أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا في الدرس من فضيلتكم أن الذي يسوق الناس إلى أرض المحشر هم الملائكة، وقد جاء حديث أن الذي يسوق الناس هي النار التي تخرج من أرض اليمن، فأرجو التوضيح. هذا في الدنيا، في الدنيا قبل قيام الساعة، هذا من علامات الساعة، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالملائكة يكونون صفوف من وراء الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يجمع الله الجن والإنس في صعيد واحد ويكون صفوف الملائكة من ورائهم محيطين بهم. نعم.